خير استاذ احمد، اهلا بيك. اولا خلينا نبدا من ملف حقوق الانسان ونبدا من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي جو بايدن امبارح، واللي اتكلم فيه على احنا هذا الملف. احنا عندنا النهارده اطلقنا المبادره الوطنيه الخاصه او استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان في سبتمبر 21. شفت ازاي هذا التحرك المصري، هذا الملف الدوله بتشغل عليه ازاي، ورحنا مع بعض وكنا مع بعض في وادي النطرون ومدينه بدر كمان. اولا استاذ احمد، هو يحسب للدوله المصريه التي يعني تدخل داخله في حرب شرسه مع الارهاب، مصر تقع في اقليم مضطرب للغايه. هذا الاضطراب لا يزال قائما. دول بالكامل فقدت جراء هذا الارهاب. التنظيم الاخواني الارهابي لا يزال فاعلا في المنطقه، ولا تزال بعض الدول تمارس سطوتها وتوظيفها لهذا التنظيم. يعني انا بقول كلمه دايما انه هذا تنظيم للايجار، لتخريب الدول وتفتتها من الداخل ومحاولة يعني هدم الدول وتخريبها وقتل أهلها وتشريد الناس. يعني هذا التنظيم تنظيم بالإيجار، تنظيم للإيجار اللي يعني يدفع له من يدفع. نعم. من يدفع. شوف نعم. حركة الدول، شوف الدول اللي هي لما يكون عندها حسابات مع دول أخرى تستخدم هذا التنظيم للإيجار مقابل المأكل والمشرب وبعض الأموال. يعني بعض ملايين قليلة من الدولارات، هذا التنظيم يخرب دول ويفتت أهلها ويشرد أهليهم ويستدعي الخارج ويكون منصة لاستدعاء دول الخارج والاحتلال. يعني نشوف بعض الدول التي احتلت من الخارج بسبب هذا التنظيم، صح، من التخريب من الداخل. مزبوط. كان منصة حقيقية وجسر ومعبر رئيسي لعبور قوات أجنبية زي سوريا مثلا على سبيل المثال ودول اخرى، مش هنذكر دول. احمد خليني امبارح انتوا عاملين عدد مهم قوي، ملف مهم عن تنظيم جماعه الاخوان الارهابيه في عدد الوطن غدا ان شاء الله. ايه اهم او ابرز ما تناولته غدا في صحيفه الوطن؟ احنا بنقول من ورا هذا العدد قدامنا اهو اخوان الشر. بنقول بشكل واضح كده، تنظيم الاخوان يا استاذ احمد بيحاول يلعب لعبه يعني معانا احنا كميديا، احنا كاعلام، احنا عايز يشغلنا عن التنظيم، فجايب شويه عرائس اللي هم الاعلاميين بتوعهم عشان مش اعلاميين، ما تقولش عليهم اعلاميين، دي ابواق. الابواق المؤجره. ايوه، عشان احنا نتخانق معاهم. حضرتك في البرنامج وانا في الجورنال وزملائنا الاخرين بيتخانقوا مع دول، لكن المعركه الحقيقيه مع التنظيم نفسه. ايوه، هم واخدين هؤلاء الابواق عشان يكونوا متاريس امام التنظيم. التنظيم مترهل وفاشل ومنقسم وبه من العوار الشديد، العوار النفسي والعوار المالي والعوار التنظيمي. يعني انت لما تنظر لحال التنظيم دلوقتي، يعني تنظيم نص طارق، قياداته كلها الموجودة سواء هنا ولا هنا ولا هنا وفي بعض البلاد معروفة ان هي سرقت اموال ومتهمة بالنصب والسرقة والكذب واللصوصية، وحتى التسليم بعضهم لبعض بعض الاجهزة الامنية في الخارج. نعم، اجهزة يعني مخابرات. بيسلموا بعض برا، وبيسرقوا اموال التنظيم وبيسرقوا اموال يعني الناس اللي هم بيدفعوا لهم فلوس وما شابه. يعني الوقائع كثيره ومتعدده وخرجت من التنظيم نفسه، مش من الاخرين. احنا بشكل واضح بنقول انه لا، المعركه مع هذا التنظيم. احنا لابد من مكاشفه هذا التنظيم وكشف الجرائم التي به. مش هننشغل بمعركه مع هذه الابواق. لا، لانه هو بيضع هذه المتاريس عشان انت ما تروحش للتنظيم، لانه هو عايز يحافظ على التنظيم، مش عايزك تروح عند التنظيم وتشرح ما يجري به وما يحدث به. لانه هو ايه اللي حصل من ساعه ابراهيم منير لحد دلوقتي؟ اللي حصل ان الانقسامات زادت. الانقسامات زادت. التنظيم الان يعتبر او مكتب لندن بلا راس.
الاخرين ايضا الاموال دلوقتي المعركه حقيقيه على الاموال لان هي دي معركه اموال معركه فلوس. مين اللي هيروح عنده الفلوس؟ مين اللي هياخد الفلوس؟ الثروه مين هياخدها؟ مين اللي هيستلم الفلوس؟ من الممولين من المؤجرين الدول دلوقتي اللي عايزه تأجره، ما في واحد عايز يأجره شهرين، واحد عايز يأجره ثلاث شهور، واحد يقول له انا هأجرك السنه الجايه عشان انا متخانق مع الدوله الفلانيه او متخانق مع الدوله العلانيه، انتوا هتعملوا ايه؟ ويبقى عنده ما يبقى عنده مشكله معاك في ملف من الملفات فيطلعهم ويعملوا حبه مؤتمرات ويطلع والميديا بتاعتهم تزود العيار شويه ويقعدوا يدعوا لمحاولات تغريب ويقولوا حبه اكاذيب واشاعات طول الوقت يستهدفوك باشاعات وكذب. بس على سبيل المثال الثروه هي المشكله الان دلوقتي، الخلاف على الثروه على اشده. تنظيم لا يوجد، احنا في مصر الحمد لله رب العالمين، حضرتك استاذنا وتعلم ده جيدا، لا يوجد تنظيم للاخوان في مصر منذ عام 2016. لا يوجد، ده لاول مره من سنه 1928 كتنظيم، ما فيش تنظيم. لا تنظيم هرمي ولا اسر ولا شعب ولا 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 مكاتب اداريه ولا اجتماعات ولا لقاء الثلاثاء. لا صعب ولا صعب مفيش. صعب مفيش. قضية اجهزه الامن المصريه نجحت انها تقضي على تنظيم الارهاب للاخوان لاول مره منذ عام 1928. مصر بلا تنظيم للاخوان، بلا تنظيم، نجحت الدوله المصريه باجهزتها بقوة إرادتها بقرارها السياسي والأمني والاجتماعي، والشعب المصري نجح ألا يكون داخل الدولة المصرية تنظيم للإخوان وهو أكبر تنظيم إرهابي في العالم. لا يوجد. لو كان التنظيم موجود كان امبارح عرفوا يخرجوا زي ما كانوا بيعملوها قبل كده. عندك طبعا المكاتب الإدارية وغيره تبدأ تحرك الناس وتبعت عربيات وتنقل، الكلام ده لم يحدث على الإطلاق امبارح. ما فيش تنظيم. من أنا يعني حضرتك تعلم جيدا من سنه 2016 بهذه السنه تحديدا لم يعد لتنظيم الاخوان تواجد ابدا، لا اجتماعات لا لقاءات، لا لقاءات سريه ولا لقاءات غير سريه، لا اجتماعات لا لقاءات، لا حتى الاسر حتى الشعب حتى المساجد كله ده بالفعل لانه في قرار سياسي. قرار سياسي، قرار الرئيس قالها في 2015 لن يكون هناك مكتب اسمه مكتب ارشاد طول ما انا موجود، قال كده. ولا اعتقد انه ان شاء الله تعالى لن يكون موجودا. خلاص مصر تخلصت من هذا المرض الخبيث ان شاء الله الى الابد. طبعا يعني كان يعني اقتلاعه كان بفاتوره كبيره، فاتوره يعني سياده الرئيس تضحيات اكثر من مره، تضحيات يعني مئات الشهداء. نعم. وآلاف المصابين. نعم. يعني تضحية كبيرة. والأمر يستحق أن تضحي الدولة المصرية والشعب المصري من أجل استقراره وأمنه وحياته ومستقبله ويعني تنظيم الإخوان يا أستاذ أحمد ده كان أحد الأسباب الكبيرة في تأخر الدولة المصرية. وأحد الأسباب الكبيرة أن مصر لا تتبوأ مكانها الحقيقي بين الأمم. وده اللي بتعاني منه الدولة المصرية. انه هذا التنظيم وهو السبب الرئيسي في تراجع الاقتصاد المصري وعدم تبوؤه المكان الحقيقي. وحتى على مستوى اداره القرار السياسي كان يحسب له في الماضي حسابات انه وجود الاخوان والسيطره على الشارع والسيطره على النقابات، وانه لما يكون هناك في قرار جريء تخشى الدوله من اتخاذه، خشيه تقليب الشارع وتسويره وما شابه. لكن هذه الدوله دوله قويه عندها إرادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولته دولة قوية عندها إرادة لا تخشى في مصر لومة لائم. اللي حصل في مصر معجزة على كل المستويات. أنتقدي على تنظيم إرهابي فاعل قوي مدعوم من دول إقليمية، مدعوم من دول عالمية، من منظمات له تمويل، ده تمويل دول أحمد، وانت بتقضي عليه في أقوى حالات التنظيم، وهو بيحكم وهو بيحكم مستولى على دول عربية ومصر وكده، يعني أقوى حالات قضيت عليه بالضبط. ده هد دول التنظيم ده، اللي من يتأمل تنظيم الإخوان ما الذي فعله في منطقة الشرق الأوسط لا يدرس. هد دول
يعني شوف أكم من الشعوب اللي راحت نزحت في الخارج وفي الداخل. شوف الحروب اللي يعني الحروب اللي بذروها. شوف الأنفس، شوف الدماء، الدماء التي سفكت بفعل هذا التنظيم. شوف التوظيف، احنا لسه كنا في الملف اللي عند حضرتك يا استاذ احمد، احنا عارضينه بكره. احنا عاملين عرض بسيط كده صغير لحادث مسجد الروضه، فاكره؟ طبعا ازاي، طبعا فاكر. دخلوا قتلوا المصلين حتى في دورات المياه داخل المسجد يا استاذ احمد. يعني وتقتلوا الشيوخ وقتلوا السيدات وقتلوا الاطفال، كانوا بيجروا بالآلي داخل المسجد على الأطفال. الصبية اللي كانوا في المسجد قتلوهم، قتلوا 305 نفس. 305 دخلوا في مسجد في صلاة الجمعة، دخلوا في صلاة الجمعة. لا 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 لا، هذا التنظيم الذي تفعله الدولة المصرية هو للإنسانية، أنها تقضي على هذا التنظيم. هذا التنظيم اللي هو لا يألو، يعني هذا التنظيم قاتل حقيقي ومخرب حقيقي. شرور هذا التنظيم لا تقف عند حدود منطقة بعينها، لكن لا تقف عند حدود مصر ولا تقف عند حدود منطقة الشرق الأوسط. وقال لك العالم أستاذيتي، العالم، العالم كله. أيوة. يعني ولذلك احنا، قال لك احنا نازلين يوم 11/11 عشان نعيد الخلافة أستاذيتي العالم، وصلنا أستاذيتي العالم على امبارح. يعني انا بس اللي دايما واقف عنده يا استاذ احمد، يعني الباحثين الغربيين والدول الغربية اللي هي هم دائما يعني هم بيتحدثوا معنا طول الوقت عن حقوق الانسان وعن طب ما يشوفوا التنظيم ده بيعمل ايه؟ ما يشوفوه بيعمل ايه؟ تنظيمهم يا احمد، يشوفوا ايه تنظيمهم؟ ده تنظيمهم يعني، تنظيمهم. انت تيجي تتكلم معايا بواجهه تقول لي حقوق الانسان، انت حضرتك بتستعرض من شويه ما الذي فعلته الدوله المصريه؟ الدوله المصريه في 10 سنوات فقدت اكثر من 3000 شهيد، أكثر من 12,000 مصاب، والإحصائية الرسمية أعلنها السيد الرئيس. نعم. ليست من عندياتي يعني. نعم. فقدت كل هؤلاء. شوف الاقتصاد المصري كم، يعني كم. نعم. يعني شوف حجم الخسائر. حجم الخسائر وحجم العمليات. احنا النهارده في الملف اللي عند حضرتك استاذ احمد اللي عرضه بكره، احنا عايزين اعداد عشان نكتب فيها اعداد العمليات اللي عملوها. اخترنا ابرز 10 عمليات فقط لا غير. ابرز 10 عمليات. ما بين تفجير مديريه امن القاهره، تفجير مديريه امن الاسكندريه، امن الدقهليه، حادث كرداسه. عمليات القتل اللي هي المساجد، الكنائس، يعني مسجد الكنائس، المنقوصيه استاذ احمد. نعم. حادث البطرسيه. نعم. اللي قتلوا فيه يعني عشرات الشهداء. نعم. يعني مسجد الروضة. نعم. البرث. نعم. البرث. نعم. يعني استشهاد أحمد منسي. نعم. لا احنا مش قادرين والله يا أستاذ أحمد. شهيد أحمد منسي كنموذج، كل الأبطال كلهم يذكروا، كل الأبطال. كنموذج صحيح. احنا والله يا أستاذ أحمد من حجم المعلومات، حجم الجرائم التي ارتكبوها فقط في 10 سنين، أقسم لك احنا النهاردة كنا حيرانين في حجم الجرائم. نكتبها ازاي؟ احنا عايزين اعداد تانية عشان نكتبها. لا ده مهم عشان الناس ما تنساش يا احمد، الناس لا تنسى جرائم هذه العصابه الاخوانيه الارهابيه. ولذلك يا استاذ احمد التفكير بجرائم تنظيم الاخوان مهمه جدا جدا، لان يا استاذ احمد يؤسفني ان اقول لك ان الناس بتنسى، المصريين لانه شعب طيب. البعض بينسى، بس امبارح بس خلي بالك، امبارح تاكدنا انهم ما نسيوش، مش بينسوا. تأكدنا امبارح بشكل واضح، ودي ثقتنا دايما في الشعب المصري الواعي، معركة الواعي. بالليل يا استاذ احمد خرجوا في الشوارع فرحانين. على فكرة هم كانوا فرحانين بقمة، بنجاح قمة المناخ. صحيح. هي دي الحقيقة. صح. هي دي الحقيقة. رئيس أكبر دولة في العالم بيأتي إلى القاهرة. نعم. ويستقبله إلى شرم الشيخ. السيسي. نعم. ويأتي ويعلن عن قرارات مهمة ويعلن عن شراكة كبيرة مع الدولة المصرية. نعم. لا كان الاحتفال امس بقمه لقاء تم امبارح في ارض الاسلام في شرم الشيخ زي ما احنا بنشوفه. أيوة. نعم. انا دي رؤيتي. يعني انا دي رؤيتي. وقبلها بيوم استقبال رئيس مجلس النواب نانسي بلوسي. نعم. ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستقبلت استقباله يعني بصور. كان معانا امبارح كان معانا من شويه صامويل، كان بيتكلم متحدث الاقليم الخارجية الامريكية، قال لك اكبر وفد امريكي يشارك في اي قمة للمناخ اللي موجود في شرم الشيخ، قال لك لاول مرة نشارك بهذا الوفد. يا استاذ احمد صور السيدة نانسي بلوسي مع السيد رئيس الجمهورية. نعم. امس
كانت نقلت على جميع وسائل العالم. نعم. على جميع وسائل العالم. نعم. اللي يتحدثوا عن انه في فجوه في العلاقات المصريه الامريكيه، لا توجد فجوه في العلاقات المصريه الامريكيه. يوجد خلاف ولا يوجد اختلاف في بعض الملفات. طبيعي. لا يمكن ان الدول تتفق على كل حاجه طبعا. الرئيس عبد الفتاح السيسي امس قبل ان يتحدث الاخرون قبل ان يتحدث الاخرون هو الذي تحدث عن اطلاق استراتيجيه اطلاق حقوق الانسان، هو الذي تحدث عن ملفات العفو، هو الذي تحدث عن اطلاق سراح عشرات مئات السجناء، هو الذي تحدث وقفز على المساله قبل ان يتحدث الى احد. ودي على فكره دي مناسبه، ده هو طول الوقت بيعمل كده. يسافر المانيا يقابل المسؤول الالماني هو الذي يتحدث، يسافر فرنسا هو الذي يتحدث. هو قال قبل كده انا ما بخافش من حاجه، احنا ما عندناش حاجه نحرج منها، احنا دوله تكافح لكي كان تعيش. دوله تكافح تنظيم ارهابي فاعل قوي متطرف مدعوم قاتل خرب دول، دولة تكافحه، مصر تكافحه، احنا ما عندناش حاجة نخاف منها. صح. ولا نحرج منها. ده كان كلام قوي امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وجه كلامه للزملاء الصحفيين الامريكيين، هو الذي تحدث قبل ان يتحدث غيره. هو الذي تحدث وقال احنا في مصر عملنا 1 2 3 4 الاطلاق الاستراتيجية لحقوق الانسان اطلقت قبل عام يا استاذ احمد، ايوه سبتمبر 21 قبل ان يتم تحديد ان تكون قمه المناخ في القاهره. في شرم الشيخ. صحيح. لانه ده منهج السيد الرئيس، تحدث اكثر من مره انه منهج الاصلاح ما يسمى ان يكون سيكون هناك حوارا وطنيا وان يكون هناك اصلاح اقتصادي بعدما يكون هناك اصلاح اقتصادي، ان يكون هناك اصلاح. ده مرتب بالمناسبه، ده مرتب مش مسبب. الحوار الوطني غير مسبب. الحوار اطلاق السجناء غير مسبب. اطلاق الاستراتيجيه حقوق الانسان غير مسببه. ده منهج في الدوله المصريه بدليل. حضرتك ذكرت من شويه ال هو في وادي النطرون اللي هو مركز التاهيل. الاصلاح والتاهيل. حضرتك احنا رحنا شفنا مركز التاهيل. مركز التاهيل ده اتبنى في سنه، اتبنى في سنتين. ده صرح عظيم. صرح عظيم رحنا شفناه. احنا مش ممكن ده معناه ان في اراده، ان تبني سجون آدمية محترمة، تبني تؤهل السجناء، لانه يعني بتقول بشكل واضح حقوق الانسان بغض النظر مين راضي ومين مش راضي، مش مهم. انت بتراعي ربنا. احنا دخلنا بتراعي دول متهمين لهم حقوق بتراعيها. احنا دخلنا جوه السجن لقينا فيه فنون واداب ومسرح جوه، ولقينا حتى فرق غنائيه، ولقينا مزارع، ولقينا يعني تعليم مهارات وتعليم صنعه وما شابه، وناس شغيله بيشتغلوا. ان هي مؤسسات مش عقابيه بقدر ما هي مؤسسات اللي هي تكون اصلاحيه، مؤسسات تقويميه تقوم السجين. الغرض من السجن هنا مش العقوبه بقدر ان تقومه حتى يخرج ويكون بتعملوا تاهيل كمان عشان لما يخلص يشتغل يلاقي شغل، عشان لما يخرج بره يبقى مواطن صالح نافع. وهو الغرض من فكره العقوبه. يعاقب نعم، لكن يقوم بالتقويم وليس بالانتقام. المراكز التاهيل دي كلها، لان ده منهج في الدوله المصريه. صحيح. منهج في الدوله المصريه. بس الحرب على الارهاب يجب ان يعلم العالم. احنا قبل 3-4 سنين يا استاذ احمد لعلك تذكر جدا، كان البعض يتحدث يقول لك انه منطقه سيناء دي منطقه نفوذ لتنظيم مش عارف التنظيم الارهابي، التنظيم الارهابي وما شابه. انت عندك النهارده قمه شرم الشيخ بتقام في سيناء. انت بعض الدول في وقت من الاوقات حضرت الطيران فوق سيناء. ما الذي يحدث الان؟ الذي يحدث الان ان سيناء تستضيف اكبر قمه لتجمع تجمع دولي في العالم كله. نعم. اكثر من 120 رئيس دوله. نعم. 45 الف وافد رسمي. فين بقى فين يا استاذ احمد؟ في سيناء. سيناء اللي كانت قبل سنوات كان البعض يتحدث. نعم. وبعض الدول تقول لك حظر الطيران فوق سيناء. نعم. انه سيناء دي منطقه نفوذ. نعم. لتنظيم داعش. نعم. سيناء دي منطقه عمليات. شوف انت نجحت ازاي وعملت ايه شوف النجاح من فين لفين. ده نجاح اراده ونجاح. صحيح. ونجاح دوله. انت في 2013 كنت مجمد في الاتحاد الافريقي. انت الان ممثل قاره افريقيا في احتضان قمه المناخ في العالم. نعم. الملاحظه دي ومن الى
يجب ان تؤخذ في الاعتبار. صحيح. ولذلك احنا امبارح يا استاذ احمد عملنا ملف في الوطن اسمه كنا فين وبينا فين. ده ملف احنا كنا يعني كنا اطلقناه قبل فتره بنرصد التحولات اللي حصلت في مصر منذ 2014 منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2022. احنا رصدنا كل ده قلنا شوف في 2014 كانت مصر مجمده عضويتها في الاتحاد الافريقي. في 2022 تنظم اكبر قمه في العالم من قمه المناخ نيابه عن افريقيا. نعم. أما الاختيار يا استاذ احمد تم اختيار مصر ممثل. نعم. عن افريقيا. يعني ممثل. صحيح. عن افريقيا. صحيح. السنه بدليل السنه الجايه في اسيا. السنه اللي فاتت كانت في اوروبا في لندن. نعم. السنه دي كانت في مصر في جلاسكو. في جلاسكو. السنه الجايه في دوله الامارات. السنه الجايه في اسيا. نعم. مين ممثل اسيا؟ نعم. دوله الامارات الشقيقه. نعم. انت في 2014 كنت مجمد العضويه. العالم كله ادار ظهره ليك. الا الاشقاء العرب. الا الاشقاء العرب. لا الحمد لله. لا كله. النقله في نقله في نقله في نقله واحترام العالم كله وجهد. عندك اهو العالم كله عندك اهو. ده عمل وجهد دؤوب. نعم. كل العالم موجود قدامك اهو. اشكرك استاذ احمد الخطيب رئيس تحرير صحيفه الوطن، كل التحيه لك على هذه المداخله.